الحبيب. مر معلم. ما يمر عليك ظالم. هاي مفتاح السيارة. في كرتونتين بالبجاج ورا، جيبهم وحطهم مع هدول البضاعة بس لحالهم. دير بالك عليهم للمعلم ها. وصيف. وأنا باخذهم منك رح أمشي وراك. أمرك. يلا خفة خفة، ما في غير عم تنحاف أنت. وصلت؟ ايه وصلت. الحمد لله على سلامتك. هاي الشنطة وصلت على مكانها. ما كان عندي شك انه ما راح توصل. ايه وشو عملت بالشنطة هلا؟ الشنطة؟ ولا شيء، ما كثير مهمة الشنطة. شلون يعني؟ يعني نحن بالنسبة لنا كانت سلامتك هي الأهم مو الشنطة. ما عم بفهم عليك، شلون يعني مو مهمة؟ يعني الشنطة فيها كم كيلو سكر ناعم، فينك تكبهم وما تلبك فيهم. هلا بعرف انه هذا الموضوع شو يكون زعجك شوي، بس معلش هيك احسن. أأمن، ما فينا نخاطر من أول مرة. أنت واحد مجنون، شو بدك؟ يعني فينك تقول هيك شيء، شوي. وهلا؟ هلا فيك تعيش حياتك طبيعي. وتنتظر تليفوني. امتى بتحب ترجع تحكي؟ ما بعرف، بجوز اليوم بجوز بكره. انطور انت. الزلام مرة شايف